الحمد لله رب العالمين، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذ قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود، وهذا محمد، صلوا على خير البرية خير الأنام، النبي المصطفى عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. إخواني وأخواتي متابعي هذه القناة عالم النحل والطبيعة، قبل يومين سجلت لكم فيديو عن هجوم الفاروة، حشرة الفاروة، على تلك الخلية التي سأجني عسلا منها إن شاء الله. لا أستطيع مداواتها بشتى الأنواع المنتشرة في السوق الكيميائية، لأني سأجني عسلا في القريب العاجل، وهناك من يقول داويها بالدواء الذي في أعشاب، ولكن هناك فيه إضافة قليلة من الكيميائيات، فهنا سأحاول مداواتها بالثوم. هكذا كان أجدادي، هذه المنطقة مشهورة بتربية النحل من الأزل، منذ أن عمرت أول مرة هذه القرية مشهورة بتربية النحل. في القدم لم يكونوا يداوون النحل بهذه الأدوية المنتشرة، ولكن يداوونه بحبات الثوم أو الحرايق أو القرايس، ما تسمى بالقرايس، تلك العشبة، تلك الأعشاب التي فيها شعيرات صغيرة في ساقها، مما تسبب احمرارا وحكة في جسم الإنسان، لكن فيها فوائد لزيادة القوة للرجال أو لجهاز المناعة أو لتقوية جهاز المناعة بالنسبة للأولاد. بالنسبة للرجال تغسل وتطيبوها يعني، وتطهى مثل ما مثل الشاي أو التاي، كما يفعل إخواننا السوريون في المشرق أو اللبنانيون أو العراقيون المشهورون بتناول الشاي. فهذه القرايس أو الحرايق تستعمل مثل الشاي وتشرب، فيها فوائد جمة لزيادة القوة للرجال وللمناعة للأطفال وللنحل. بالنسبة للنحل نداوي بها النحل من مرض الفاروة، هذه القرايس وكذلك الثوم. هنا إن شاء الله أتيت إلى هذه الحديقة الصغيرة لأقطف حبة ثوم. هذه حبة الثوم سأقوم بتقشيرها ووضع فلقتين فقط منها داخل الصندوق لا أكثر. هكذا بعد أن قشرت حبة الثوم لا أكثر منه، أضع فلقة أو فلقتين فقط هكذا مثلا. وإذا عندك القرايس أو ما نسميه نحن بالحرايق، لأننا نتكلم بالقاف مثل إخوتنا في اليمن، أو الحرايق أو الحرايق أو القرايس، كل قوم بماذا يسمونه، لأن الله عز وجل قال واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الحرايق هذا تجيب منه اعشاب وتحطهم فوق الاطارات، كي تحطهم فوق الاطارات النحل يحاول اخراجهم، لا يستطيع اخراجهم ويقوم بهضمهم، لما يهضمهم يخرج منهم ذلك السائل الذي سيكون دواء للفاروة. والثوم كذلك. هذا هو الصندوق المسكين المريض، انظروا حتى النحل يحاول هذا هو الفاروة، فيها فاروة كثير جدا. يعني بما أنني سأجي منها عسل إن شاء الله في الأيام القليلة المقبلة، لا أستطيع وضع الدواء الكيميائي. الله يبارك ما شاء الله. إخواني وأخواتي متابعي هذه القناة، مثلا إطار كهذا فيه عسل، الله يبارك ما شاء الله، بما اني وضع الحاجز ملكي يعني ساجني عسل ان شاء الله في الايام القليلة المقبلة، فهنا لا استطيع وضع الدواء الكيميائي. انظر اخواني متابعي هذه القناة، الله يبارك ما شاء الله، يعني بدأ بختمه، الله يبارك ما شاء الله. بعد ان نزعت صندوق العاسلة سأضع حبات الثوم في صندوق التربية،
الله يعني شوفوا سبحان الله تأثر كثيرا بمرض الفاروة بعد أن كان من أقوى الصناديق. الفاروة هي حشرة تلتصق بجسم النحلة كما شرحت لكم في الفيديو السابق في إحدى القناة في قناتي في إحدى الفيديوهات عن خطر الفاروة. يعني نحلة قوية كهذه ما شاء الله قريب يقضي عليها الفاروة. هاته القرادة الصغيرة جدا، هاته هي القرادة الصغيرة جدا التي ترى بالعين المجردة. هذا الشيء الذي استطعت مداواة النحل به. وهناك عدة أشياء أخرى، عدة طرق يدوون بها النحلون. إخواني وأخواتي متابعي هذه القناة، هذا هو العسل ما شاء الله الطبيعي الذي أمامكم. صدقوني لم أستطيع حمل هذا الصندوق العسل من ثقله. فضلا لا أمر ادعموني، شجعوني، انشروا رابط قناتي. فبتشجيعكم وبتعليقاتكم وبإفادتكم وبنصائحكم إن شاء الله سأقدم دائما المزيد وأحاول اجتهاد في تقديم أكثر فأكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.